ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا جايه لكم بالفيديو ده بدري شويه علشان لا تدوري ولا تحتاري، تلاقيه موجود عندك على اليوتيوب. النهارده هنعمل مع بعض طريقه تنظيف الممبار بس بطريقه جديده خالص. الطريقه دي هتعجبك جدا جدا. هنستعمل مكون واحد بس، هيبقى زي الفل من غير ولا كحت ولا تعب ولا اي حاجه. هتشوفوا كل حاجه مع جيجي، وزي ما قلت لكم هفضل اقول لكم هبهركم، يعني هبهركم. تعالوا بقى نشوف. هنا انا معايا على نص كيلو لسه جاي اهو من عند الجزار، ولا غسلت ولا شطفت ولا عملت اي حاجه. هبتدي اشتغل معاكم اهو ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه هبتدي ان انا بصوا هشطف كده الاول شطفه كده خفيفه اهو. تعالوا بقى هعمل ايه، هبتدي ان انا اقلبه. هنشوف كده هنقلبه مع بعض ازاي. انا لابسه جلافز اهو. لابساه ليه؟ علشان انا مش بحب الريحه تبقى في ايدي، ريحه الحاجات دي بتاعت الاكلات دي مش بحبها في ايديا، فبحب البس الايه الجلافز احسن. تعالوا بقى كده اهو نشوف اوله فين ونشوف بيتقلب ازاي. وزي ما قلت لكم لسه جاي، والناس اللي بتقرف تبعد عننا. بص بقى هنيجي كده اهو. لو انت مش عايزه فيه دهن بتبتدي ان انت تشيلي الدهن بس كده اهو، بس تشيليه بالراحه علشان ما يتقطعش معاكي. تمام، احنا لسه كده كده هنقلبه تاني وهننضف كل اللي بره ده، هيبقى زي الفل تاني. هنشوف بس نبتدي مع بعض مرحله مرحله. تعالوا كده اهو نشوف هنعمل ايه. كده اهو في ناس ما بتعرفش تقلبه بالمعلقه، ماشي. انا مش هقلبه النهارده بالمعلقه، انا هقلبه بالحنفيه. بصوا استنوا اوريكم، هوريكم بالحنفيه ازاي بقلبه. بصوا الحنفيه اهي شغاله تمام، وايديا اهي بتدخل من هنا اهو زي ما انا وريتكم كده. قلبت في الاول، هنفضل بقى ندخل كده اهو تحت الحنفيه. بس انا عشان لابسه الجلوفز ده عمال ايه يتعمل مني، بس هو لو انا ملكها كويس هتجري. بصي هوريكي كده اهو الميه اهي. بصي اهي، بصي ماسكه من طرف واحد اهو ده اهو بالشكل ده، وبنزل بالايد دي، والميه بتساعد اهي ان هو يتقلب معايا اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام، هفضل بقى اقلب فيه لغايه لما اوصل للحته الاخيره واوريكم شكلها. بصوا كده دي اخر حته اهي معايا اهي. بصي بدخل فيها كده اهو بالشكل ده. تمام كده اهو، ابتدي بقى احط ميه تاني اهو. بصي بيتقلب معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده اهو، اهو اتقلب معايا. تعالوا اوريكم تاني مره كمان علشان اللي ما خدش باله في اول مره يشوف باله في المره التانيه دي. تمام، بصوا اهو جبت الممبار اهو من اوله، هبتدي ان انا اقلبه كده اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو بايدي. الموضوع سهل قوي، حته بس تدخل الاول اهي، حته كده اهو صغيره ندخلها كده اهو بالراحه. ممكن تقلبيها بمعلقه بس انا ايه عايزه اوريكم ان ايه الموضوع سهل قوي اهو. بصي كده اهو، وبعدين تفتحي الحنفيه كده اهو، تاخدي على الحته دي. استنى هملوكها بس عشان عملت الزفلط من ايدي من الجوانتي اهي. بصوا قلبتها كده اهو بالشكل ده وماشيه بيها اهي بالحنفيه. الحنفيه عماله ايه الميه بتزقها كده اهو معايا زي ما انتم شايفين اهو. الموضوع سهل اهو، هزود كده اهي. هنفضل بقى كده اهو لحد ما اوصل للاخر، برضو اوريكم بسحبها ازاي. بصوا اهو على اخر الحته اهي اللي اتبقت، انا قطعت كده بسرعه عشان ايه اوريكم بقفلها بقى ازاي، بتنزل ازاي اهي. هبتدي ان انا ايه انزل بقى الميه كده اهو، وهي اتقلبت معايا ونزلت بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده اهو بالشكل ده. هقلب بقى الكميه كلها ونرجع مع بعض نشوف ايه المكون اللي احنا بنحطه بينظف من غير كحت ومن غير اي حاجه. بصوا تعالوا كده بس الاول عايزه اوريكم بعد ما قلبت انا كده خلاص، قلبت الكميه كلها ما كحتش ما عملتش اي حاجه زي ما هو كده اهو. هبتدي بس ان انا افتحه كده اهو الاول قبل ما احط المكون بتاعي. هبتدي كده اهو ان انا هفتحه كده اهو زي ما انتم شايفين، وهدلق جوه عند السمين ده او من الناحيه التانيه دي. هجيب خل كده اهو وهدلق. بصوا ده خل ابيض، هجيب وهدلق جواه كده حبه خل اهو، وهسيبه بقى بالخل بتاعه. همرر الخل كده جواه واسيبه كده اهو جواه، هعمل فيهم كلهم كده الخل، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه.
تعالوا بقى بعد ما حطيت كده عليه الخل جواه، وحطيت كمان عليه من بره كده اهو حبه من الخل زي ما انتم شايفين. مش هو ده المكون بتاعنا الخل بقى بتاع المكون بتاعنا بقى هو ايه؟ عارفين بكو واحد من البيكنج باودر، عارفين البيكنج باودر اللي بنعمل منه الكيكه؟ هو ده. هجيب بكو واحد، او لو عندك سايب هنحط معلقه كبيره مليانه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. تمام اهي، هنسيبها بقى كده اهو زي ما انت شايفه كده، هو هياكل فيه وهينزل كل الحاجات اللي فيه دي من غير لا تدعكي ولا تتعبي ولا تعملي اي حاجه، بس يشترط حاجه واحده بس. ايه هي؟ ان لازم يكون الممبار جاي طازه. يعني ايه جاي طازه؟ يعني لو انت هتذبحي اول ما يطلع من الذبيحه تقفي كده اهو تروحي منضفاه بسرعه بسرعه، معاكي حد بيساعدك، بسرعه بسرعه تكحتيه وهو لسه سخن. ليه بقى؟ علشان بتبقى الحاجات دي لسه ما لزقتش قوي غير لما يتحط في الفريزر وتطلعيه. عارفين الحاجات اللي هي بنكحتها الجامده دي اهي؟ بصي بتطلع بمنتهى السهوله. ليه؟ من يعني بمنتهى السهوله ليه؟ علشان لسه الممبار ده لسه جاي من الذبيحه حالا. يعني انا الجزار عندي ذبح النهارده، قلت له شيل من الممبار، جبته عملته كده على طول على طول زي ما انتم شايفين كده اهو، من غير بقى ولا دعك ولا هنعمل اي حاجه ولا هنكحت ولا اي حاجه. هسيبه كده اهو لمده 10 دقائق وبعد كده هنرجع تاني. بس يا جماعه اللي هيقول لي ما نزلش كل حاجه هقول له العيب منك انت. ليه؟ علشان انت ما جبتش الذبيحه وهي سخنه وعملتها. لو جبته من الفريزر وفكيتوه واشتغلته كده مش هينفع، مش هيديكي نفس النتيجة اللي هو هينضف في 5 دقايق او في 10 دقايق. لازم نتأكد من الحتة دي. هسيبه بقى لمدة 10 دقايق وبعد كده نرجع مع بعض نشوف بقى. واحنا بنغسله بس غسيل، بنغسله بايه؟ عشان ريحة الزفورة، تمام، اللي هي الريحة بس. تمام، انا ولا هكحت ولا هعمل اي حاجة، وتحدي كل حاجة هتبقى قدامكم، هتشوفوا كل حاجة هتنزل في المية دي. بس 10 دقايق كده ونرجع مع بعض ونشوف بقى النتيجة هتبقى ايه ان شاء الله. تعالوا بقى كده اهو نشوف مع بعض النتيجة بتاعة الممبار بتاعنا، ولا تكحيت ولا اي حاجة بعد ما عدى 10 دقايق. بصوا شايفين كله نزل في المية اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا تعالوا بقى نبتدي نغسله على الحنفية. بصي بصي اهو هنشوفه بقى لما يتغسل. تعالوا كده نقرب ونشوف احنا بنغسله هيبقى عامل معايا ازاي. تعالوا نشوف. تعالوا كده اهو بقى نقول بسم الله اهو، تعالوا اهو هبتدي ان انا ايه. بصي بعمل ايه؟ بشطفه بس تحت الحنفيه، مفيش كحت ولا اي حاجه. طيب هعرف ازاي ان هو نضيف؟ هوريكي دلوقتي. بصي بسم الله اهو، بصي بصي اللون بقى عامل ازاي، بصي بقى شفاف معايا ازاي اهو من غير كحت ولا اي حاجه اهو. بصوا بصي اللون بقى شفاف خالص، لسه كمان هننقعه في حاجات هيبقى انضف وانضف وانضف. بس ده انا بوريكي احنا لسه ما غسلناش ولا حاجه. ده بصي ده انا بس بشطفه، انا عايزه اوريكي برده نشوف واحد تاني اهو. بصي بسم الله، انا بس عشان ايدي، بصوا ايدي الجلافز اللي فيها اهو. بصي بصي شفاف ازاي اهو، ولسه ما اتغسلش اهو. ايه رايكم بقى؟ مكون سحري ولا مش سحري اهو؟ وجوه حطينا جوه خل زي ما قلت لكم اهو. الخل طبعا انت عارفه بيقضي على الحاجه، انا عماله باخد بسحب واحده ورا واحده عشان اوريكم كله اهو. بصي كله عامل ازاي اكنه بكحت، بس طبعا لسه هغسله غسله جامده جدا جدا. بس هو فعلا فعلا مش مستاهل ان انا كحته. تعالوا كده نجيب سكينه ونشوف هيطلع حاجه اصلا. بصي معايا السكينه اهي، بصي اهو ده اهو، بصي اهو اهو، بصي حاجات ايه، بصي حاجات ايه طفيفه جدا 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 اهو اهو. بصي شايفين؟ بس طبعا بقى الدعك الجامد اللي كنت بتدعكيه والشقاء اللي كنت فيه ده خلاص بقى انسيه مع جيجي، مفيش الكلام ده كله. تعالوا بقى هغسله غسله كويسه جدا جدا وبعد كده هنرجع مع بعض نشوف هننقعه في ايه. تعالوا بقى
هوريكم بعد ما غسلته كده الغسله الجامده اللي انتوا شايفينها دي، هبتدي بقى ان انا هعمل ايه. لو تحبي تشيلي الدهون اللي جوه شيليها، هيبقى معاكي بفته بيضه ما فيهوش اي حاجه. معايا ليمون، ده الليمون اللي انا كنت مفرزاه عشان طبعا انتوا عارفين الليمون غالي، تمام. لو ما عندكيش ليمون هتجيبي برتقانه تعصريها، تمام. البرتقال البلدي ده موجود في السوق دلوقتي عادي، هتجيبي برتقانه وتعصريها. حط ملح، معلقه كبيره مليانه من الملح. هحط كمان معايا معلقه خل، وهحط ايه، هحط معلقه صغيره مليانه من السكر. ما تستغربوش السكر، السكر ده هتشوفوا بيعمل ايه وايه وايه. عارفين السكر ده بقى بيعمل ايه؟ بيخلي اللون ابيض اكتر، بيحافظ على ان هو لو جيتي حطيتيه في الفريزر وما اشتغلتيش بيه دلوقتي، ان الجلده نفسها ما تتقطعش معاكي وتفضل محتفظه بال يعني بالجوده بتاعتها، ما تتهريش. احنا هنغسله وهنحطه في الفريزر جاهز على الحشو. بس اهم حاجه اول لما تجيبي الممبار تنضفيه، او لو انت ذبحه اول لما تطلعي من الذبيحه تنضفيه على طول، وبعد كده تشيليه في الفريزر، وبعد كده تطلعي تحشي في اي وقت، هيسهل عليكي جدا جدا جدا، تمام. هنسيبه بقى كده منقوع لمده 10 دقائق، وبعد كده هشطفه شطفه كويسه وادعكه تاني، وبعد كده هو هصفيه وبعدين هحطه في كيس. هعمل كل الحاجات دي واوريكم بقى شكله في النهايه ان شاء الله. وادي الممبار بتاعنا اهو، بعد ما عدى عليه العشر دقايق برضو اهو شطفته وبقى زي الفل زي ما انتوا شايفين. لو عايزه تقطعيه قطعيه، يبقى جاهز عندك. لو حابه تشيلي الدهون برضو هقول تاني شيليها، مفيش اي مشكله. هنشيله بقى دلوقتي، اصفيه كويس وبعدين احطه في الفريزر، ونبقى نطلعه ونعمله مع بعض باذن الله قبل العيد. دي من حاجات من تحضيرات العيد تقدري تشيليها، طالما الحاجه متشاله من متنضفه كويس جدا في الفريزر، لو قعدت عندك سنه مش هيجرى لها اي حاجه، وعشان ما تتعبيش نفسك كله في مره واحده. يا رب بقى لو الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم، يعني بالله عليكم يا جماعه ما تنسوش اللايك، ويا ريت تعملوا مشاركه للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد، عشان الناس تستفيد وتعرف. في ناس كتير جدا بتبقى بتعاني من تنظيف الممبار، وبيبقى يعني بيبقى زي الشقاء كده بالنسبه لها. لا، احنا نظفناه من غير وقت ومن غير مجهود ومن غير اي حاجه. ويا رب النهارده الفيديو بتاعي يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم، واستنوني لسه عندي حاجات تاني جديد كتير حلوه هبهركم بيها، يعني هبهركم. والسلام عليكم حبايب قلبي جيجي.